السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم في مادة الميكانيكا، ذلك من خلال الشابتر رقم 4. الشابتر 4 هذا اللي هو عنوانه Distributed Forces, Centroids and Centres of Gravity. طيب، المحتوى نتاع المحاضرة هذه الأولى، حنبدأ بأول شيء بمقدمة، بعدين حنشوف القانون نتاع Center Gravity of a 2D Body بتاع الأجسام، يعني لما تكون في البلان. كمقدمة، يعني الهدف الرئيسي من الشابتر هذا حندرس الطرق اللي نقدر نجيب بها موقع متاع السنتر متاع الجرافيتي متاع أي جسم كان. طبعا السنتر متاع الجرافيتي زي ما تشوفوا اللي هو يعني يجعل الجسم يكون في حالة اتزان، يعني توزيع الثقل يكون متزن، زي مثال هذا مثلا السنتر هذا والسنتر متاع الجرافيتي متاع العصفور هذا. الجزء الثاني بتاع الشابتر هذا حيكون يعني مخصص إلى القوى الموزعة، يعني على أي يعني ذراع، الأذرع مثلا الذراع هذا زي ما شايفين القوة موزعة حسب المعادلة هذه. هنشوف كيف نجعل يعني التوزيع هذا يعوض قوة واحدة في مكان واحد. يعني هنبدأ بالسنتر متاع الجرافيتي متاع الأشكال لما تكون يعني موجودة في البلان، يعني موجودة في السطح. مثلا لما نبدأ بالسنتر جرافيتي متاع اللاين، اللاين هذا مثلا اللانث متاعه هو L، هنجيب السنتر متاعه، لازم نجيب الإكس، نجيب الإكس والواي. بالنسبة للإكس حسب القانون هي التكامل متاع إكس دي L على L بكلها اللي هو الطول متاع اللاين هذا، والواي اللي هي التكامل متاع الواي دي L على L. لما يكون الشكل في حال يعني أريا، يعني سطح مثلا هذا الشكل التالي، السنتر متاعه الاحداثية متاعه هي الإكس والواي، قيمة الإكس بتكون التكامل متاع إكس دي أي، شفتوا الفرق هنا؟ دي أل في الحالتين لأنها لاين، لكن هنا لما تكون أريا بتكون دي أي. نفس الشيء الواي بتكون التكامل متاع واي دي أي على الأريا بكلها متاع الجسم. يعني هذه القوانين اللي تخص الأجسام لما تكون في البلان، يعني في التو دي. الحين حنشوف يعني بعض الحالات. مثلا في الحالة الأولى هذه عندنا المحور بي بي داش هو محور تناظر، نفس الشيء المحور واي هو محور تناظر، يعني في الحالتين عندنا محور تناظر، يعني أكيد السنتر حيكون موجود على المحور هذا، يعني أكيد السنتر حيكون على محور تناظر. يعني لما يكون عندك أي جسم بيكون فيه يعني محور تناظر، أكيد المركز حيكون موجود على المحور هذا. لما يكون عندك أكثر من نفس الجسم، يكون عندك أكثر من محور، مثلا المحور بي بي داش هو محور تناظر، ودي دي داش محور تناظر، طبعا المحورين حيتقاطعوا في نقطة واحدة اللي هي السنتر. يعني لما يكون عندنا أي جسم بيكون عندك محورين هما محاور تناظر، أكيد مركز الثقل حيكون في مكان التقاطع متاع المحورين هذا. الحالة الثالثة والأخيرة، مثلا بالنسبة للجسم هذا عندنا النقطة أو هي بتمثل يعني مركز التناظر، يعني مركز التناظر لما يكون هي مركز التناظر، يعني هي حتكون هي مركز الثقل، يعني مركز الثقل هو نفسه مركز التناظر. طيب، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المحاضرة الجاية بنوصل بقية الشرح. سلام.